بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في حديث أبي حمزة الثمالي عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في النصوص الداله على امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام والائمه من ولده عليهم السلام وهو حديث طويل بداه الامام الباقر بالذكر الانبياء واوصيائهم وأنهاه إلى ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأوصيائه في الحلقة الماضية ذكرنا شطرا من هذا الحديث الشريف الذي يتعلق بأصل اختيار الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة وهكذا في هذه الأمة وأن الأنبياء بشر سابقهم بلاحقهم إلى أن وصل الأمر إلى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، حيث بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ثم يقول الإمام الباقر: وجرت من بعده، يعني من بعد عيسى، وجرت من بعده في الحواريين، في المستحفظين، في المستحفظين، وإنما سماهم الله تعالى المستحفظين لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر وهو الكتاب الذي يعلم به علم كل شيء الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم. يقول الله تعالى: "ولقد أرسلنا من قبلك رسلا" ويقول: "وأنزلنا معهم الكتاب والميزان" الكتاب الاسم الأكبر وانما عرف مما يدعى الكتاب التوراه والانجيل والفرقان فيها كتاب نوح وفيها كتاب صالح وشعيب وابراهيم فاخبر الله عز وجل ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى فاين صحف ابراهيم انما صحف ابراهيم الاسم الاكبر وصحف موسى الاسم الاكبر فلم تزل الوصيه في عالم بعد عالم حتى دفعوها الى محمد صلى الله عليه واله فلما بعث الله عز وجل محمدا اسلم له العقب من المستحفظين وكذبه بنو اسرائيل ودعا الى الله عز وجل وجاهد في سبيله الى اخر هذا الحديث الشريف عيسى عليه الصلاه والسلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه واله وكان لعيسى اوصياء اول وصي لعيسى هو شمعون الصفا ومن بعد شمعون الصفا وصي اخر ومن بعده وصي اخر وهؤلاء الاوصياء معصومون ومعينون من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض لا تخلو من حجة من يوم أن خلق الله عز وجل آدمًا عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى انقراض نسل بني آدم، حيث تقوم القيامة بعد ذلك. دائمًا يوجد أوصياء فمن بعد عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة في هذه الفترة كان هناك أوصياء، بعض الأوصياء كانوا ظاهرين، وبعض الأوصياء كانوا مخفيين، لكن الوصي كان موجودا. هؤلاء الأوصياء هم المستحفظين، المستحفظين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم بحفظ كتاب الله من التوراة والإنجيل وتطبيقه على الناس مهما استطاعوا، حيث يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا من يحكم بالتوراة النبيون؟ ما هي صفة النبيين؟ صفاتهم أنهم أسلموا لله يعني كل ما أمرهم به الله عز وجل يطيعوه ويقبلوه ويسلموا تسليما لمن كانوا يحكمون بما في التوراة؟ الكفار لا يراجعونهم وإنما كانوا يحكمون للذين هادوا بنو اسرائيل كانوا من بعد موسى عليه الصلاه والسلام ياتون الى الانبياء ليحكم اولئكم الانبياء بما في التوراه هذا قبل تحريف التوراه لان التوراه الاصليه كانت موجوده بيد الانبياء من بني اسرائيل وايضا بعد الانبياء كان يحكم بالتوراة من؟ الربانيون. وأيضا الأحبار. الأحبار جمع حبر أو جمع حبر، وهم علماء اليهود. المؤمنون منهم كانوا يحكمون بالتوراة قبل أن تحرف. فأنبياء بني إسرائيل والربانيين منهم والاحبار منهم كانوا يحكمون بهذه التوراه لبني اسرائيل يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون يعني يحكم بها الربانيون والاحبار لماذا النبيون والربانيون والاحبار كانوا يحكمون بالتوراة التي انزلها الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله. يعني الله عز وجل امرهم بان يحفظوا هذا الكتاب، يحفظوا حدوده ويطبقوه في حياتهم وحياه الناس، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني هؤلاء كانوا يمنعون من التحريف ويشهدون بما في التوراة. ولكن حينما الزمان طال لم يبعث انبياء في بني اسرائيل، او بعثوا لكن كانوا يقتلونهم، فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ البعض بدأ بالتحريف، ولذا التوراه حرفت، إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه الإنجيل. ايضا الانبياء المعاصرون لعيسى كيحيى عليه السلام والعلماء والعباد كانوا يحكمون بما في الانجيل قبل ان تحرف. الاوصياء حفظوا يعني حتى سائر الناس حينما حرفوا التوراه الاصليه والانجيل الاصلي غير المحرف هذه بقيت بيد الاوصياء الى ان وصل الامر الى اخر وصي من اوصياء عيسى عليه الصلاه والسلام هذا سلم هذه الكتب وفيها التوراه وفيها الانجيل وفيها كتب سائر الانبياء سلمها الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله. من هو كان آخر الأوصياء؟ أوصياء عيسى، كان أبو طالب عليه السلام. أبو طالب كان آخر أوصياء عيسى. وبعدما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، سلّم الأمانات إلى محمد صلى الله عليه وآله. هذا كان آخر أوصياء عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد مر سابقا في بعض الروايات استعمال رمز لأبي طالب. أبي بالط، هكذا لأنه العامة بغضا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وضعوا أحاديث ضد أبي طالب. ما قدروا ينالون من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وضعوا أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه واله، بأنه في ضحضاح من نهر، وهذه تسربت في بعض الكتب، وصارت عقيدة عند بعضهم، مع أنه كان وصياً لعيسى عليه الصلاة والسلام، مو فقط مجرد صحابي مؤمن، لا. كان وصيا والاوصياء معصومون، يعني كان وصيا معصوما، وهو الذي سلم الامانات الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، واشعاره تكشف عن ايمانه، لكن يرون هذه الاشعار ويغضون النظر عنها، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. بل دلت الادله الصحيحه ان اباء الرسول صلى الله عليه واله الى ادم كلهم مؤمنون موحدون بعضهم كانوا انبياء وبعضهم كانوا اوصياء وبعضهم كانوا مؤمنين من محمد صلى الله عليه واله الى ادم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء والد إبراهيم تارخ كان مؤمنا موحدا لكن تارخ مات وإبراهيم صغير جدا فمن الذي ربى إبراهيم آزر آزر شنو كان يصير من إبراهيم في بعض الروايات إنه كان عمه لكن لأنه رباه في بيته لذا كان يقول له يا ابي والبعض يقول إنه كان جد إبراهيم لأمه يعني أبو أمه مو أبوه وإلا إبراهيم وأبو إبراهيم وجد إبراهيم وهكذا إلى نوح ومن نوح إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا مؤمنين موحدين على كل حال فعيسى عليه الصلاة والسلام أوصى الحواريين الحواريين كانوا مؤمنين لك كما في الحلقة الماضية ذكرنا الآية القرآنية التي تدل على إيمانهم وأن الله سبحانه وتعالى صدقهم في دعوى إيمانهم قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وهكذا كانت الوصية والكتب بيد هؤلاء إلى أن وصلت الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله. زين ثم في هذا الحديث الذي تلونا المقاطع منه الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول الكتب السماويه ليست منحصره في التوراه والانجيل والقران هذه عرفت من الكتب السماويه. لكن الكتب السماويه كثيره فيها صحف ابراهيم اين صحف ابراهيم يعني الاحبار الذين كانوا في زمان محمد صلى الله عليه واله هل هؤلاء كانوا من المستحفظين كلا هؤلاء لم يكونوا من المستحفظين لو كانوا من المستحفظين لامنوا برسول الله محمد صلى الله عليه واله هؤلاء كانوا من الذين يحرفون الكتاب يكتمون الكتاب وأيضا لم تكن بيدهم سائر الكتب السماوية فقد كانوا يدعون أن بأيديهم التوراة هل كانت في أيديهم صحف إبراهيم؟ كلا نوح عليه الصلاة والسلام صالح، شعيب هؤلاء نزلت عليهم كتب في بعض الأحاديث إن الكتب التي نزلت على الأنبياء مئة وأربعة كتب نزلت على الأنبياء هذه كثير منها حتى أسماءها إحنا لا نعرفها لكنها لم ترفع إلى السماء بقيت بيد الأوصياء ثم بعد ذلك يأتي الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إلى أن وصل الدور إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فمحمد فلما بعث الله عز وجل محمداً اسلم له العقب من المستحفظين. من هم العقب من المستحفظين؟ الذين آمنوا برسول الله محمد. في مراة العقول العلامة المجلسي يقول يحتمل أن يراد بهذا المقطع أبو طالب وأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ولكن وكذبه بنو إسرائيل ودعا إلى الله عز وجل وجاهد في سبيله. ثم أنزل الله جل ذكره عليه أن أعلن فضل وصيك زين يعني الرسول صلى الله عليه وآله أعلن النبوة حاربوه سنوات طوال في مكة حاربوه أشد محاربة قتلوا بعض أصحابه حتى النساء منهم كسمية أم عمار وكياسر وعذبوهم ولم يؤمنوا مع أنهم كانوا يرون الآيات هو القرآن أكبر آية الله عز وجل أنزل فيهم في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون والذين نزلت فيهم هذه الآية أكثرهم في يوم فتح مكة كانوا موجودين، وأسلموا، وهذه الآية تدل على أنهم كانوا منافقين، لأن الآية تقول هؤلاء لم يؤمنوا، وأن الله عز وجل يعذبهم في الآخرة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اسلم بعضهم نفاقا في يوم فتح مكه، لكن لم يؤمنوا، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. في ايه اخرى الله عز وجل يقول: الاعراب اشد كفرا ونفاقا، واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. وكان العرب في ذلك الزمان اكثرهم اعراب. الأعراب يعني البدو، سكان البادية، أكثر العرب كانوا أعرابًا، الله عز وجل يقول الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا، يعني الأصل فيهم ذلك، طبعًا هناك فئة مؤمنة استثناهم الله عز وجل في الآية اللاحقة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، من الأعراب. لكن الطبع الأولي الأعراب أشد كفرا ونفاقا ولم يقل من الأعراب من هو أشد كفرا ونفاقا هؤلاء أهل مكة حضريين مدنيين من ذرية أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعرفون الرسول لكن أكثرهم كذبوه فما بالك بالجفات الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة عن الحضارة ولم يسلموا إلا لما انتشر الإسلام عبر غزوات الرسول صلى الله عليه وآله شافوا صارت مصلحة لهم الرسول لم يجبرهم على شيء أي واحد أسلم أهلا وسهلا أي واحد يبقى على شركة فهو حر في ذلك، لكن شافوا صارت مصلحة في الإسلام، مصالحهم محفوظة، لذلك اجوا طمعًا في تلك المصلحة، أو حشرًا مع الناس في الجو العام، أسلموا، لا بأس بذلك، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، حس الناس اجوا أسلموا، إذا هو هم منافق. لعل في أبنائه في أحفاده من يكونوا مؤمنين من يكونوا مؤمنين فلذلك الله عز وجل أمر الرسول بالعمل بالظاهر أي واحد جاء وتشهد شهادتين أقبل إسلامه حتى لو كان السيف مسلط على رأسه في ذلك الوقت أسلم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا القضية معروفة في إحدى الغزوات سيطر المسلمون على مشرك فجردوا السيف ليقتلوه، كانت غزوة، فهو فرارا من القتل تشهد الشهادتين، الظاهر كان هكذا أنه هو فرار من القتل، لم يعتنوا بشهادتيه وقتلوه، فنزلت الآية وحتى لو في هو في هذه الحالة والظاهر يشهد بانه لم يكن اسلامه عن قناعه وانما فرارا عن العقوبه لكن مع ذلك اقبلوا اسلامه هل لا شققت عن قلبه بهذه الكيفيه الرسول صلى الله عليه واله نشر الاسلام لم يجبرهم صارت مصلحه لهم الان كيف ياتون ويخضعون لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هم الرسول ما كانوا يقبلون السيجون يقبلون علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفي ذمته دماء لهم يطلبون لأن قتل أبطالهم في معركة بدر وأحد وحنين والأحزاب وغيرها من الغزوات حينما كانوا يهجمون على رسول الله وعلى المسلمين الرسول كان يدافع عن نفسه وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بطل الميدان زين قتل كبارهم كيف يخضعوا له ما كانوا يقبلوا ذلك فلذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما أمره الله عز وجل أن أعلن فضل وصيك فقال يا رب إن العرب قوم جفات جفات جمع جافي من الجفاء وهو الخشونه وترك الرفق بسبب الابتعاد عن الآداب هذا يسمى الجفاء ذاك الزمان اكثرهم كانوا بدو اعراب كانوا بعيدين عن الحضاره هسه الان بعد 1400 سنه من الاسلام ومن التحضر ومن المدنيه الامر يختلف عن ما كان عليه قبل 1400 سنة, سنه قبل الاسلام كان يعبر عنه القران يعبر عنه بالجاهليه الاولى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول شعارهم السيف وشعارهم الخوف ودثارهم السيف ما كانت عندهم حضاره بعيدون عن الحضاره كاملا أن العرب قوم جفاه لم يكن فيهم كتاب يعني من بعد إسماعيل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ما كان بينهم كتاب اللغة العربية ولم يبعث إليهم نبي فالعرب ما كان نبي ما كان نبي لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل فترة من الرسل بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله الأوصياء كانوا وصيل نفسه لا يبرز ذلك إلا البعض منهم أكثرهم كانوا ساكتين في تقية فلذلك العرب لم يكن فيهم كتاب ولم يبعث فيهم نبي وطبيعة الأرض الصحراوية قلة الماء قلة الأمطار قلة الزرع خشونة العيش هذه تؤثر في الإنسان بحيث أنه يصير قاسي هو ما كان يقبل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فسألاني يجي يقبل علي ابن أبي طالب مثلا ولا يعرفون فضل نبوات الأنبياء ولا شرفهم ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل أهل بيتي وبالفعل هكذا هو الذي تحقق يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان يخبر عن أمر واقع فقال الله جل ذكره ولا تحزن عليهم الآية هكذا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون أنت أدي عليك الله عز وجل يمتحن الناس هو الله إذا ما كان يريد يمتحن الناس ما يخلق العصاة لأن الله من الأزل يعلم من سيختار الايمان ومن سيختار الكفر الله يدري خو زين كان يخلق فقط الذين يختارون الايمان ما يخلق الذين يختارون الكفر الله قبل ما يخلق ابليس كان يعلم بان ابليس سيعصي او لا نعم كان يعلم لكن الله عز وجل مع ذلك خلقه ابليس هم كان خاضع لله عز وجل لكن الله عز وجل امتحنه بامتحان سقط في ذلك الامتحان لو الله ما كان يمتحنه بهذا الامتحان ما كان يسقط كان يعبد الله سبحانه وتعالى عباده طويلة كان بين الملائكه هو مو من الملائكه لكن كان بين الملائكه كطاووس لشده عبادته لكن الله عز وجل امتحنه امتحان في نقطه ضعفه أمره بأن يسجد لآدم إحنا رفض والله من الأزل يعلم بذلك ولكن مع ذلك خلقه زين رفض السجود لآدم الله ما عاقبه مباشرة كان الله يتمكن يشيله يلقيه في نار جهنم طلب المهلة الله يعلم بأن إبليس يضل الناس وفي نفس اليوم هو أقسم بعزة الله عز وجل ماذا قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الله أمهل لماذا للامتحان وهكذا الله عز وجل يمتحن الناس كما أن الله امتحن قوم موسى بأمر كان بتقدير من الله عز وجل يعني الله عز وجل عين ميقات موسى أربعين يوما أربعين يوما لكن أخفى العشرة أيام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر زين موسى عندما طلع من بني إسرائيل قال إن الله عز وجل سينزل علي التوراة في ألواح اني اروح الى الطور 30 يوم اعبد الله عز وجل بعد ذلك الله ينزل هذه الالواح ما قال لهم 30 يوم عندما تخلص اني ارجع لكم قال لهم اني 30 يوم اعبد بعد العباده 30 30 يوما الله سينزل الالواح هسه ايش وقت ما بين لهم بس هم شلون تصوروا تصوروا انه خلال 30 يوم يرجع الله يريد يمتحنهم جنوب موسى كان يرجع في اليوم الثلاثين ما كان يصير شيء لكن طول الى اربعين يوم غاب موسى ما رجع يوم الثلاثين واحد الثلاثين اثنين وثلاثين تصور انه انه مات خلال ايام بسيطه صنعوا عجلا من ذهب من حليهم وعبدوه تركوا التوحيد هذا امتحان من الله عز وجل لهم كان سقطوا في الامتحان إلا القليل منهم الأعم الأغلب السواد الأعظم انحرفوا امتحان من الله عز وجل وهكذا في هذه الأمة فقال الله جل ذكره ولا تحزن عليهم أي في سورة الحجر في سورة زخرف الله عز وجل يقول وقل سلام فسوف يعلمون. الآية هكذا: "وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون" قسما بقول النبي الذي قال إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، الله عز وجل يقول: "فاصفح عنهم". اصفح يعني اعطهم صفحة وجهك. وقل سلام لا تقاتلهم. فسوف يعلمون الا اذا هجموا عليك تدافع عن نفسك ذاك بحث اخر فرسول الله صلى الله عليه واله امر من قبل الله بان يبين فضل اهل بيته هذا المقطع الثاني من الحديث واما المقطع الثالث من الحديث وهو بدء الرسول صلى الله عليه واله التبليغ هذا نتركه الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين